خلاص محلها محلها بس محمد الله أكبر. طيران الحرب الروسي ينفذ غارات على مدينة داعلو وبلدة طبطع. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. ولا شيء ولا شيء. اهدوا اهدوا اهدوا. الله أكبر. الله الله يسلمك يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عدد سكان القرية 4600 بني آدم، مستوعبين حوالي 500 عائلة مهجرة. طبعا احنا استوعبناهم من خلال سكان القرية يلي طلعوا برانيت القرية وسكناهم ومطرحة. احنا بالنسبة لنا دعم المجلس المحلي في البكار ضعيف جدا، لا توجد سيولة في المجلس لحتى نقوم بمشاريع أو نخدم جزء بسيط من أهالي القرية. السبب بضعف الدعم الله أعلم هو أنه إحنا بخط مواجهة وحالة حرب دائمة مع الدواعش. بالنسبة لمجلس المحافظة قدمنا شكاوي كثير ما تجاوب معانا، وخصوصا بمادة الطحين صار في نقص علينا وطالبنا باسترجاع هذا النقص، مع ذلك ما لقينا فائدة.
احنا من اكثر من 4-5 شهور لم تدخل الينا اي منظمة بسبب الوضع اللي احنا فيه. احنا منطقة تقريبا منكوبة وظائف ما فيه بسبب الظروف اللي انتم تعرفوها، عمل ما فيه، يعني شبه محاصرين تقريبا بها الزاوية اللي احنا فيها اللي انتم شفتوها. الدفاع المدني في ريف اللاذقية بتعزيل الطرق المنقطعة جراء العصب الثلجية. استطعنا تعزيل معظم الطرق الآن، نقوم على تعزيل طريق يبلغ طوله حوالي 10 كيلومتر. نعتذر من كافة المخيمات التي لم نستطع تعزيل طرقها بسبب سماكة العصب الثلجية. عناصر الدفاع المدني في ريف الساحل متواجدون هنا لفتح الطرقات لمخيمات النازحين. خلال 3 أيام الماضيين نحن نحاول نفتح الطرقات للمدنيين في الخيام، لحتى نحن نفتح الطرقات بسبب تراكم الثلوج الكثيف. نحن انه حاولنا نفتح الطرقات بس للاسف يرجع يتسكر، لانه الامكانيات اللي عندنا بالمركز محدوده، هو نحن اللي عندنا بوكات عماله بنشتغل فيه. ونحن عم نحاول انه من بقيه الجهات انه نحاول انه نتصاعد ونفتح الطرقات لمخيمات النزوح. هذا ترى موعد هذول موقف طلع عليهم عازله حديد عملناه قوس وحتى لبسناه على الواجهه. هي عندنا الطرقات هون مسكرة، ورحنا على الدفاع المدني قطاع حارم وسلقين، رحنا لعندهم نطلب منهم بس يفتحوا لنا الطرقات هون على المخيمات مشان المنظمات تجي لعند هالعالم تشوف الخيم شلون واقعة فوق روسنا. رحنا لعندهم مفعل لو يجوا يفتحوا لنا الطرقات، بس هلق عم يقطعوا شجر بياخذوا بشيلوا بالتركسات وبياخذوهن، ما هم فاضيين لحتى يجوا لعنا يفتحوا لنا الطرقات هذولي مشان تجي هالعالم تشوف على خيمنا شلون واقعة فوق روسنا، بس ما هم فاضيين هنون. شوف الطرقات مسكرة علينا، لا خبز لا مي لا شيء ولا شيء، يعني إنا 3 أيام على كثافة هالثلج عنا هوني. هاي والبعدة بعدين هنا فيها قمة.